أنا بصراحة تفاجأت، كانوا عندي شكوك ولكن ما كانتش عندي مسألة البرطمة. قالوا أن كاين شي تكريم من طرف السي سعيد الناصري، ولكن ما عرفتش، ولكن دارها زوينة صراحة، لأنه كان عندي هو المشكل الوحيد اللي كان عندي، كان يعني كان معصبني، لكن الحمد لله فرحتي ما نقول لك ما نوصفهاش لك. وبالخصوص مع الأصدقاء ديولي، مع الزملاء ديولي، مع صحاباتي، مع أحباباتي، مع الفنانة والفنانين القدام ولا الصغار، فهذا يعني حاجة كبيرة، حاجة عظيمة، لأنه الفنان محتاج اللي يطبطب عليه كي تنقولوا. الحمد لله اليوم تأكدت أنه راه ما ضاعش، باقي الناس كيفكروا في الفنان، باقي مدينين باعتباره، لانه بعض المرات كتجي واحد الوقت كنتعصبوا وتنقولوا ربما كنت درت مهنه اخرى، كنت ربما غادي نكون وصلت شي حاجه فيها، ولكن الحمد لله اليوم عطوني واحد دعم مادي ومعنوي. يعني دابا ظاهره المشكل اللي كان عندها كان خلق لي مشاكل، وكان يعني كنقولوا ضغط لي على نفسي، دابا الحمد لله الحمد لله الله يدخلها بالصحه والسلامه. فهذا كيزيد انه كيعطيك باش تخدم، باش تشتغل بواحد النفس يعني مرتاح بكرامتك، لانه الفنان الا ما عنده كرامه راه ما عنده والو. فالحمد لله جات بعزها، جات بلا تطلبت بلا والو، الحمد لله جات. الله يكثر من بحال سعيد الناصري، الانسان اللي تيقدر، لانه كيف كنقولوا ما كيحس بالفنان غير الفنان. وهذه المبادره هذه نتمنى من الله السنوات المقبله يستافدوا جميع الفنانه والفنانات، كاع اللي عنده مثلا الهم ديال السكن يستافد منه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.